الشيء الثاني فهم الحياة. فهم الحياة شيء. الآن أقول لكم شيئا بسيطا وجربوا هذا الشيء، وهو أنه ظاهرة موجودة في إيران، في العراق، في الكويت، في الخليج، في مصر، في أي مكان، أنك تذهب إلى الصراف في يوم ما وتسأل بكم الدولار، يقول 300 فلس. غدا تذهب إلى الصراف وتسأل بكم الدولار، يقول 305 فلس. بعد غد تذهب إلى الصراف بكم الدولار، يقول 320 فلس. أنت الآن خذ مني هذه الكلمة وحقيقي جرب، اسأل من 100 إنسان فاهم، بين دكتور وبين مهندس وبين جامعي وبين رجل دين وبين خطيب وبين إمام جماعة وبين تاجر، قل ما هذا التلاعب في الدولار؟ أعطيك كلام من 100 لا يفهم حتى واحد منهم، يتمكن أن يقول شيئا اعتباطا. أما لماذا هذا التلاعب؟ هذا عدم فهم الحياة، بينما هذا الشيء مربوط بحياتي وحياتك مباشرة، لأن بارتفاع الدولار معناه فلوس نرتفع، بانخفاض الدولار معناه فلوس ننخفض، يعني الدينار في جيبك يرتفع وينخفض، وفي أثر ارتفاعه وانخفاضه تحصل على شيء الأكثر أو الأقل. اسأل منهم لماذا؟ إذا قال لك أحدهم من 100 وأعطيك كلام، لأني جربت هذا الشيء، كلهم لا يعلمون، يعني لا يفهمون الحياة، حياتهم المرتبطة بشخصهم لا يفهموها، مو أنه يقول جواب اعتباط، جواب اعتباط مو قبول، وإلا الطفل يتمكن يقول جواب اعتباط. أو أنه اذهب إلى سوق الذهب، مثال ثاني، وما أكثر الذين يبيعون الذهب والمتمرسون في بيع الذهب منذ 40 سنة، 30 سنة، 50 سنة. اسأل منهم ما هذا التراوح للذهب؟ 1000 دينار، وصل إلى 900 دينار قبل مدة، ثم صار 1000 1100 1200 1300، وصل إلى 2250 دينار. شنو هذا التلاعب العجيب؟ وهذا التلاعب يؤثر على حياتنا، حياتنا الاقتصادية، حياتنا الاجتماعية، حياتنا كل شيء من الحياة. هذا أمثلة لعدم فهمنا للحياة. اسأل منهم لماذا هذا التلاعب؟ هل هذا التلاعب تلقائي ومعجزي؟ أو هذا التلاعب حسب موازين اقتصادية دقيقة؟ نحن المسلمين النفطيين كلنا ضحية هذا التلاعب. لماذا هذا التلاعب في سعر الذهب؟ لا يعلمون، فما عندنا فهم الحياة. أو أنه اسأل الآن أنت وجرب هذا الشيء، ما أقول لك أنه اسمع مني لأن أنا مجرب هذه الأمور، ولو في مو نطاق واسع لكن في نطاق ضيق، أنه قول أكو في أمريكا حزبان، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وكل الصحف العالمية والإذاعات تتنبأ إذا جاء الحزب الجمهوري للحكم يصير تغييرات في العالم من هاللون من التغييرات، وإذا جاء الحزب الديمقراطي للحكم في أمريكا يصير تغييرات في الحكم من هالنوع. اسأل منهم لماذا؟ لماذا العالم مرهون بالتغيير في أمريكا؟ كل العالم لا يعلم لماذا لا يعلم. أني لا أنكر أنه من الممكن في البلاد الإسلامية 20 إنسان يفهمون هذا الشيء، أو 50 إنسان يفهمون هذا الشيء، لكن بصورة عامة لا يفهمون. لا الاقتصادي يفهم، لا الاجتماعي يفهم، لا الدكتور يفهم، لا الطبيب يفهم، لا المهندس يفهم، لا القاضي يفهم، لا المحامي يفهم. مثل السفينة في البحر لا تعلم أين تذهب، هل إلى الشرق، هل إلى الغرب، هل إلى اليمين، هل إلى الشمال، هل تنغرق، هل ترتفع، هل يصلون بسلام، هل يموتون جوعا، هل تتوقف في البحر لمدة 20 يوم. ظاهرة لا يعلمون، الظاهرة مربوطة بنا، ولماذا لا نعلم؟ الشيء الثاني بالنسبة إلى حضارات الشعوب والأمم فهم الحياة.